فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تقدم رجل لإمامة المسجد ثم تقدم بعده آخر يقول فهل نعم. إذا تقدم رجل لإمامة مسجد ثم تقدم بعده آخر فهل يدخل هذا في حديث من تقدم على خطبة أخيه بالنهي؟ إذا كان فيه إعلان لمن يتقدم ولم يغلق الإعلان ما في بس، أما إذا أغلق الإعلان وصار بعينون هذا فلا تتقدم عليه. نعم، يعني الحق له. نعم.